تزعلوا لما حنين تقول ان انتوا كلاب ترند؟ بتزعلوا. هاتلي سكرين ريكورد من اكونت حنين او سكرين ريكورد من الواتساب بتاع حنين وهي بتشتم حد. ممكن قبل ما تطلع تجيب سيرة اي سيليبرتي، تجيب حاجة ريل. فانا بالنسبة لي do as you want, do as you like, I don't care. موضوع بسيط. فظيع في الانجليزي، فظيع. حنين حسام كحد سيليبرتي مكان ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ يوتيوبرز بيسترزقوا الكرييتر اللي على التيك توك ولا اللي على الانستجرام ولا وري يلعن ميتين ابوه كلكم يا ولاد الوسخ. ريكورد من الواتساب بتاع حنين وهي بتشتم حد. ممكن قبل ما تطلع تجيب سيرة اي سيليبرتي، تجيب حاجة ريل. فانا بالنسبة لي do as you want, do as you like, I don't care. موضوع بسيط. فظيع في الانجليزي، فظيع. حنين حسام كحد سيليبرتي مكان ايه التلوث اللي انا سمعته ده؟ يوتيوبرز بيسترزقوا الكرييتر اللي على التيك توك ولا اللي على الانستجرام ولا وري يلعن ميتين ابوه كلكم يا ولاد الوسخة. امبارح انا كنت حاطة ستوري او اول لخلود فبقولها ماي ماين، تمام؟ فقال لك فظيع في الانجليش. مبدئيا التصريفات الضمائر اللي هو الاي والماي، تمام، والمي والماين وكده. المهم ان انا لما بقول مثلا this book is mine، الكتاب ده بتاعي دلوقتي، عايزه اقول خلود is mine، فانا هعمل زي اختصار وهقول يا اما she my mine يا اما my mine على طول. بتاعتي انا، قصدي في النهايه مملوكتي، حاجة ملكي يعني. حتى جوجل ترانسليشن تعرف على الحوار ده، ما اعرفش انتوا ما تعرفوش ازاي بصراحة، بس عادي يا جماعة. انا مش جاية من برة وانت سيادتك مش جاية من برة.